السلام عليكم. اليوم درسنا إن شاء الله عن الصيغ الحسابية موجود بالمرفقات ملف باوربوينت مشروح فيه أولا رموز العمليات الحسابية وعمليات المقارنة، وثانيا أولويات العمليات الحسابية مع أمثلة عليهم. نجي لثالثا إنشاء الصيغ الحسابية باستخدام برنامج الإكسل. قبل ما نبلش الصيغ الحسابية في عنا ثلاث ملاحظات. ملاحظة الأولى، لازم تبدأ الصيغة الحسابية بإشارة ليساوي. ملاحظة ثانية راح نشرحهم بالتفصيل، نتعامل مع مرجع الخلية وليس محتواها. مثلا هاي الخلية بنحكي عنها D3، ما بنحكي يساوي 15 ضرب أو قسمة وغيره. الملاحظة الثالثة واللي هي أهم ملاحظة، أنه دائما بنبلش بنحط المؤشر على الخلية المراد ظهور النتيجة فيها. مثلا هون عندنا في جدول زي ما احنا شايفين اللي هو موجود بالكتاب صفحة 99 بالدرس. في عنا هون رمز السلعة، اسم السلعة، الكمية، السعر الإفرادي، السعر الإجمالي. السعر الإجمالي بنحسبه إنه السعر الإفرادي ضرب الكمية، والكمية ضرب السعر الإفرادي. فبدنا نحط الجواب وين؟ الخلية هاي اللي هي E3. شو بنساوي؟ نكبس بالماوس، نكتب، سواء بنكتب هون أو بنكتب هون نفس الشيء، نكتب يساوي. أول إشي لازم يساوي، بعدين نحكي انه هاي خلية بنكبس عليها او بنكتب C3، هاي الخلية نكتب ضرب كتابة من الكيبورد ضرب، بنكبس على الخلية الثانية اللي بدنا نضرب فيها او بنكتبها كتابة اللي هي D3، نضغط انتر. بنلاحظ طلع عنا الجواب، نشوف هون لما نأشر على الخلية الرقم عنا 3750، بس فعليا الصيغة الحسابية equal C3 ضرب D3. كيف بنعمل نسخ للصيغة الحسابية؟ هاي اللي طبقته هون بتطبقه على باقي هذول، بضغط عليها نفسها، متأكد انه على الخلية نفسها، رايت كليك، في عندي كوبي، بروح للخلية اللي بعدها رايت كليك وبضغط على اشارة البيست. بلاحظ انه ما طلع نفس الرقم، طلع صيغة. نشوف هون هاي الخلية اللي اخترناها، شوف انه هون مش موجود انه 16500، موجود C4 ضرب D4. هون كان عندنا C3 ضرب D3، فهو بزيد لحاله. هاي طريقة نسخ الصيغ الحسابية. في طريقة ثانية اسهل، اذا بدي اطبق هذا على الباقي مثلا، هاي خلينا نمسح هاي، بختار الخلية هاي اللي بدي انسخها للباقي او اطبق القاعدة تبعتها على باقي الخلايا. بلاحظ انه هون على الزاوية يسار في عندي مربع صغير أخضر، بحرك المؤشر عليه، نشوف كيف صار شكل المؤشر. بس يصير هيك بكبس بالماوس وبسحب لوين ما بدي لتحت. بلاحظ إنه هيك عمل المعادلة نفسها أو الصيغة لجميع الخلايا المطلوبة.